الروح القدس. عارفين حكايه الروح القدس دي؟ مره كنا قاعدين في البطرخانه وكان قاعد معانا احد الاسقفه، كان انبا ايه يا رب، انبا اغبيوس، انبا اغبيوس بتاع بيروت اللي اتنيحنا، وقعد معانا واحد اسمه ابونا بطرس المحرقي. ابونا بطرس المحرقي ده كبير يعني، وهو بيتكلم بيقول انا عمت انبا اغبيوس يعني. ومع ذلك كانوا يسموه ابونا بطرس الصغير، لان فيه ابونا بطرس البلنصوري كان اكبر من 90 سنة ولا حاجة، كان في دير محرق. عرفت افتكر الحاجات دي يا انبا يونس؟ لسه. وبعدين ابونا بطرس المحرقي ده كان راجل بسيط بسيط خالص، وقعد يحكي لنا عن حكايات كتير. فابونا بطرس ده ودوه بلد، وهو راجل بسيط لكن كسبان البلد بالبساطة. البلد بعد شوية جالها واحد من بتاع البلاميس حافظ في الكتاب المقدس، والناس اتلموا حواليه، ما ابونا بطرس ما بيعرفش يوعظ. والبلد انقسمت قسمين، دول انباط ودول بلاميس، دول انباط ودول بلاميس. فالعمدة بتاع البلد كان راجل مسلم، قال لهم احنا هنسيب البلد منقسمة، انا اجيب الاثنين بتوع النصارى ويقعدوا قصادي يتجادلوا قصادي، اللي يكسب فيهم هو اللي يقعد والباقي يمشي. فابونا بطرس قال له روح له. تروح له ازاي يا ابونا، ما انت فاهمش حاجه في الكتاب، انت راجل حفظ الكتاب حفظ شديد. قال لهم لا، ده ما خدش الروح القدس، ما اتدهنش بالميرون يعني. قال لهم ده ما خدش الروح القدس. يا ابونا اصر على ان ده ايه ما خدش الروح القدس، ويروح ايه يتجادلوا. راحوا وقفوا قصاد العمدة، فبصلوا بقى بتاع البلاميس زي ما بصوا كليات للطفل داوود، وقال له اتفضل يا ابونا الاول اسال انت اللي عايزه. قال له لمبيا كام؟ لمبيا يعني الانبياء. قعد بقى التاني يقول له مثلا اشعيا وارميا ودانيال وحسقيال وداوود وابراهيم، وقعد ياخد حتى الانبياء الصغار وعبيديا وصفانيا ويونان لغايه لما خلصهم كله. قال له خلصت؟ قال له ايه؟ قال له محمد. محمد كان معجبه زعلت العمده، قال له خد على كل شيء واشتغل واشتغل الروح القدس. رجع ابونا بطرس منتصر ومشي. الراجل اللي ده موزي من روح القدس. ممكن في ناس بالبساطة بيمرهم. قالوا لمبي يا كمبي. ابونا بطرس ده حكى لنا نوبة على العماد. كان بيعمد ناس، كان بيعمد في المحرق، المحرق ده في عيد العدرة يمكن يجوا 3000 يتعمدوا، حاجة كتير قوي. وبعدين دخل راجل شايل ابنه لسه، بس انت ما كانش موجود. قال له زي ما اقول لك قول. قال له حاضر. قال له اقعدك يا شيطان. قال له اشحتك يا شيطان. ما يعرفش. وكل اعمالك الرضية وكل شو خلص كده، وقانون الايمان وخلصه.
وقال له خلاص على الكتف، قال له خلاص على الكتف، قال له زي ما اقول لك، قال له خلاص يا راجل ما فيش كلام تاني، قال له خلاص يا راجل ما فيش كلام تاني، قال له زي ما اقول لك. بعدين قال له بس كده، قال له بس كده يا ابن ايه، قال له تسكت اللي خرجك بره، قال له تسكت. شوية شاور على واحد شاور ومشي، ما الكلام ما فيش فايدة معاه، قال له زي ما اقول لك قول شغلت معاه.